بالنسبة لهذا المشروع بناء على انه فيش غاز، فيش وسائل وقود، التجأنا الى افران النار. اليوم بنعجن لكن الله بيعلم بكره فيه، اليوم في طحين ناكل لكن بكره ابصر فيه، بالامور صعبه زياده على اللزوم، واحنا بنقول الله يفرجها. أنا بالنسبة لهذا المشروع بناء على أنه فيش غاز، فيش وسائل وقود، التجأنا إلى أفران النار زي ما أنتم شايفين. وهذا الموضوع المشروع لوجه الله تعالى، نخدم الشعب فيه، بنخدم المنطقة، نخدم أي شخص بيجي يخبز عنا بنخبز له. طبعا عندنا عدد نازحين كبير من الشمال في غزة، بنخبز لهم هنا، بيجيبوا لنا طحينهم، إحنا بنعجنه وبنساعدهم وبنخبز لهم إياه. وش بنقدر نقدم خير بنقدم. بالنسبة لليوم مخبز المغازن ضرب، الضغط عندنا هنا زاد، كان بيجينا حوالي 120 أسرة 130 أسرة، أصبح اليوم ما يقارب فوق ال 200 أسرة، والعدد لسه في تزايد، لسه احنا الصبح لكن احنا شغالين من هلا المساء. طبعا اليوم أنا متوقع إنه يجينا فوق ال 500 أسرة. أنا جبت الخبز اليوم، أخبز في المخبز اليوم، الشباب متطوعين عنا في الحارة الله يعطيهم العافية، فإحنا جبنا خبز عندهم خبزنا لأنه فيش مخابز وفيش ضغط عنا في المعسكرات، والمخبز راح انقصف فيش عنا إشي، وضع صعب، لا كهرب ولا مية ولا حياة، والأمور تزداد سوء، وفي النهاية بنقول ربنا المستعان. يعني اليوم بنعجن لكن الله بيعلم بكرة فيه، اليوم في طحين ناكل لكن بكرة أبصر فيه، بالأمور صعبة زيادة على اللزوم، واحنا بنقول الله يفرجها.